بقول هالجاد والجواد قديش كتو مين؟ قديش صلنا منعرفهم يا زيكو؟ ولا مرة جابولنا سيرة إنه عندهم أخ واسمه جهاد كمان؟ أي والله، وأنا كمان يا ننوس انصدمت كتير. زيكو؟ يعني معقول هالجاد مو جايب لك سيرة أخو جهاد قبل بمرة؟ لا وحياتك، ما بعرف شي مثلي مثلكم. إيه لأنه كلياتنا منعرف أنت شو بالنسبة لجاد؟ عالفاضي وحياتك، ما حكى لي شي. زيكو؟ معناتها لما بيجي جاد اسألي عن جهاد، وليش كان مخبي علينا الموضوع من قبل؟ لك ننوس، انت شو همك بالموضوع؟ يعني ما حلك تعرفيني انه انا فضولي بيحكني، بدي اعرف. صباح الخير يا صبايا. يا صباح، صباح النور. يا اهلا وسهلا، والله انك ابن حلال، هلا كنا بسيرتك. شو كنت عم تحكي عني زيكو؟ انا رايحه مالك بيك بده يعني، برجع لكم. ايه سلمي لي على بالك بيك لحزين وقولي له الاستاذ جاد هلا بجي لعنده. جادو، شو مشان يلي صار مبارح؟ شو صار مبارح؟ مشان قصة جهاد. زيكو أرجوكي، أرجوكي ما تجيبي لي هاي السيرة، بتضايقني شوي. لا يا جاد، عم تخبي علي؟ زيكو بوصلت إنه خبي عليكي، بس يعني هذا الموضوع شخصي وعائلي وخاص شوي. خاصة علي أنا؟ جهاد من لما كان صغير، يعني خالي سافر وأخذه معه على أساس إنه سنة وبيرجعوا. مرت أول سنة وثاني سنة وثالث سنة وعشر سنة وما رجعوا. هلا أول شي كان يحكي معنا كل فترة، بعدين ما عاد خبرنا وما عاد سمعنا عنه شي، هيك لحتى رجع هلا وبكل عنقها عم يطلب منه نسامحه. والله معك حق يا جادو، لكن القصة صعبة كتير، بعتلي حمى عليك. لك مو صعبة، مو صعبة يا زيكو، بس في الله. آخر وحدة ملوكتي، آخر وحدة. هي علينا لك يا ننوستي، والله طلع السيلفي من أنفي. مرحبا معلم. أهلين درويش. أهلين. مرحبا معلمي مالك الحزين والأنسة نانسي الوزة. هاي الجرايد معلم. ليش تأخرت هلا ولا؟ ليش تأخرت هلا؟ ما عم جيب جرايد. صحيح هاد 500. شو هاد؟ ولا شو ال 500؟ حق جرايد. هلا هدول حقهم 500 ليرة؟ ايه لأنه هدول مو محلولين الكلمات المتقاطعة اللي فيهم، أنت قل لي عم جيب لي اياهم محلولين. ايه ماشي ماشي، مسيك مسيك لقلك مسيك. هي 500 ليرة بتنتر نتر، بتجيب لي علبة محارم وترجع لي الباقي. ها بترجع لي الباقي. ايه حطك حمى شو بحكي. برافو عليك ملوكتي. هدول الشغيلين النوستي ما بينعطوا وش، وبعدين على مين؟ على مين؟ على مالك بيك الحزين؟ انت وينه درويش؟ ليش لهلا ما بيان؟ هلا ما بدوني غير جاي اقاسي زيكو. صباح الخير يا صباح الخيرات. قومي على حلو، قومي على حلو. لا قومي يا صباح الخيرات يا مالك بيك يا حزين. صدقني لو حضرتك ما جيت صبحت علينا كنت لقيتني. انا جيت لعندك على المكتب لقيت ما وصبحت عليك. شو وينه جواد من بيان؟ جواد جواد بالمنتدى. جواد 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 يا سلام جواد طرزان. جاي مين عم ينادي بهالطريقة؟ حسيت حالي قاعد سولة. جواد جواد احترم حالك، مالك بيك الحزين عم يدلك انك تيجي بتوعد تقول نعم نعم. عود عود بدنا نشوفها. طمنوني يا جماعة شلون همتكم على الشغل؟ فوق حديد نار صاروخ. كأني حاسس الصبايا مو زيادة. ها وانت يا اخي جواد، وانت خليك معي يعني املي هي من هي وخليك معي. استاذ مالك بس هالمرحلة، هي المرحلة الأخيرة، بشكوا لهالدبوس وبكون معك، اللعبة كثير حلوة. يعني بصراحة يا أستاذ مالك هي طاقتنا بيرفكت عال العال، بس يعني عدم المؤاخذة طقطق حلقنا، بدنا شي نشربه. وينه درويش؟ درويش هلا بيجي هلا بيجي، أنا بعته مشوار يعني لا تقولوا إلا صار هو. يا سلام ونعم الخيار معلم. جاء درويش. المحارم اللي وصيتني عليها هي علبة محارم. علبة محارم. واحد بيجيب كرتون ولا بيجيب كياس؟ كياس يا بني آدم كياس. لا أنا حاسبها صح، هي فيها هدية. شو يا متبعزة درويش؟ انا متبعزين عم بقلك في هديه. هاي هلا عن جد في هديه. ايه شارطي. ايه بشاري. طب اوكي ليكي، اذا انت ربحتي بتجيبي لنا سندويش فلافل للشباب كلياتها. يا سلام موافقه. واذا ربحت بتجيبي لنا شاورما للشباب كلياتها. يا سلامين. عجبتني القصه. هات لنشوف. هات هات لنشوف. لك يخرب بيتك، يخرب بيتك يا درويش. قال انا رحت مثل الاجدب صدقته. لك ايه ما فيها شيء.
ننوستي شوفي لي. يا جماعة حكولكم كلمة، حكولكم كلمة ما حلوة؟ بتلوي لوان بتشل شلالان. تفلش فلجان. هذا كله بفضلي أنت يا نانسي. ميرسي إلك مسيو درويش. أي سيد درويش، وأنا إمتى دوري؟ أنت المرة الجاية. لك يا جماعة اسمعوني منيح، الهدية مو بقيمة المادية، يعني الهدية بقيمة المعنوية. معنوية لكن شو هالحكي؟ شو رأيك أستاذ جا؟ والله والله معك أنا بهذا الكلام 100%. أي والله، يعني فيها وجهة نظر. تسلمي لي يا زيكو. طيب مشان اليوم حدا حضر شيء؟ Of course. أنا مالك بيك كنت عم فكر. أستاذ جواد ريح لي حالك، واللي ببالك خليه جوا. اسمعوني يا جماعة كتير منيح. تفضل. نحن شعب طبيعتنا منحب الربح، يعني منحب الحزازير، منحب المشارطة، يعني أي شغلة فيها سؤال وجواب منحبها. إيه. وهذا الشيء أنا لاحظته من هون من محطتنا المتواضعة. تخيلوا معي يا جماعة يكون هذا الشيء على مستوى المجتمع كله. وشو قصدك بهالحكي مالك بيك؟ اللي بقصده جاي على بالي أعمل برنامج مسابقات وخلي الناس تحبه كتير، واللي يقدمه الأستاذ جاد. يا سلام يا سلام، فكرة رائعة. لا مو يا سلام مالك بيك، هذا الحكي لازمه سبونسر، لازمه مبالغ كبيرة وما فيك تقص منه ولا فريم. شو ها؟ شو أمرت سيد راسي؟ ليش مين قالك إنه أنا بدي وزع سيارات ولا وزع هدايا كبيرة؟ هلا كنا عم نحكي نحن الشعب منحب الهدية المتواضعة حتى لو كانت سكجة. وأكبر دليل، أكبر دليل اللي صار هلا مع نانسي. نانسي إيدي على راسك، ما انبسطتي بالمطاطة طلعت لك هلا؟ بلا. هلا أول شيء قلوا لي، دور مين منكم بالنزلة على الريبورتاج؟ زيكو. بالله لا ما حذرتي، امبارح أنا نزلت، اليوم دورك. معناتها نانسي مثل العادة تنزلي لي على الشارع بتاخدي لي معك مايك ومصوي. عن شو الريبورتاج؟ لك على الحكي، قال عن شو الريبورتاج؟ لك شو عم نحكي من الصبح؟ تنزلي على الشارع بتسألي لي الناس شو رأيهم برامج المسابقات وإذا في حدا منهم مشترك من قبل ولا لا؟ حاضر. هلأ بس ترجع نانسي من الريبورتاج بخبركن أنا بالبرنامج. جاد بدي إياك أنت، ها أنت تحضر لي الأسئلة كلها. حاضر بأمرك فورا مالك بيك. درويش حاني على المكتب عاوزك. ايه أمرك معلم. يلا تفضل. فرودكاستيك. عبقري. سيك هاي 5000 ليرة، بتروح بتجيب فيهم هدايا. ايه بس لشو؟ لك شو لشو؟ للبرنامج اللي بده يقدمه جاد. 5000 ليرة؟ ايه ما بيكفوا. ايه لا شو هي بيكفوا ما بيكفوا؟ يا بني ادم هدايا رمزية، يعني مصاصة متة، بكلة شعر، جوز جرابات، مراية عليها صوت، لك هيك شغلات، يعني بدي شغلة على ذوقك. يلا درويش الله يرضى عليك. ايه فهمت عليك فهمت عليك. فهمت؟ الحمد لله رب العالمين انك فهمت، بدك زلغوطة. يلا الله الله الطيران لا تأخر. يلا يلا. طيب على هالنسوة نسينا نلجه من النارة. جوادو صرنا بنص المسلسل وما كنت تخليني ألعب معك. لك يا زيكو يا زيكو يا حبيبي، هاي اللعبة كتير صعبة عليكي، ما رح تعرفيها. يا جماعة فكرة أنا قديش شايف أصحاب شركات، أصحاب رؤوس أموال، أصحاب مشاريع حقيقية في البلد مثل مالك بيت الحزين، ما شفت صدقوني ما شفت، يعني هالأفكار العظيمة من وين بيجيبها؟ إيه لأنه هي القصة اختراع زرة جاد. جاد؟ نعم. أنت ليش بتحب تكولك لمالك بيك؟ لك يفضع عينك شو مكولك، ومالك بيك هلا مو هون، فحاجة كولك له ببوس ايدك. هلا انا هيك؟ الله يسامحك، انا على فكرة انا ما رح رد عليك، رح التزم الصمت. سيبوني بحالي. ما هو عدد عظام الجسم في جسم الانسان؟ برامج المسابقات برامج قيمة جدا. لا ما بحبها. والله ما بتفرج عليهم. اني ايه منه؟ تحرك المعلومات ضمن عقل الانسان، بتخليه العقل يتحرك، تخليه يعطي، تخليه يفتش يبحث.
شي كويس عم يستهزوا الشعب للداية. هي كتير 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 مفيدة، أنا بشجعها كتير. كذب كذب بحسة. ما تسنى لي والله، ما حالفني الحظ. لا والله بس انتم ما دعتوني. خلصنا جادو؟ سامحني يعني، بس انت والله كمان بتزيدها. خلصنا جادو؟ 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 سامحتك، خلص خلص سامحتك. دقدح. ايه دقدح. اهلا اهلا انسي لانسي، طمنا كيف كان الريبورتاج؟ يا سلام، جيد جيد. مرحبا مرحبا يا شباب. يا اهلين يا مالك بيك يا حزين، شرف شرف. انت جيتي انت جيتي نانسي؟ هلا هلا. طمنيني كيف كان الريبورتاج؟ منيح. ممتاز هذا الحكي. يا جماعة هلأ بدنا نفوت بالمرحلة الثانية، اسمعوني كتير منيح. فضل فضل، كلياتنا أذان صاغية. يا جماعة اسمعوني منيح، بدنا نعمل برنامج مسابقات على التليفون من هون من هاد الاستديو. الله الله يا مالك بيك يا حزين، قديش سمعان أفكار مثل هاي الأفكار ما سمعت بحياتي. صدقني أنا كل يوم عم بيزيد إعجابي والله. يا جماعة يا جماعة اسمعوني كتير منيح، قبل ما تسألوني منين نجيب مصاري وشلون بدنا نوزع الهدايا، الموضوع حليته أنا. أنا مالك بيك الحزين حل الموضوع ببساطة كتير، وكل الهدايا صارت جاهزة. عفوا أنا هذا الرشز ما فهمته، ممكن تشرح لي أكتر؟ طبعا، وحقك إنك تعرف. الأستاذ جاد رح يقدم البرنامج ورح يتلقى اتصالات ورح يسأل أسئلة كتير، وكل حدا بجاوب صح رح يربح. فهمت علي كيف؟ عفوا أستاذ، يعني أكيد رح يربح، بس شو بده يربح؟ ها ها، سألتيني شو بده يربح. نحن هون لعبتنا. يا جماعة اسمعوني كتير منيح، نحن رح نجيب الهدايا ونحطهم بعلب صغيرة، وشوية علب تانية منجيب ورقة نكتب عليها تربح 100 ليرة، تربح 500 ليرة، تربح 1,000,000 ليرة. وجاد هو نفسه اللي رح يسحب للشخص اللي بيكون متصل، وعلى أساس على أساس ربيح. قولي بركي شي حدا ربح المليون. قال يربح المليون؟ قال لا يا ننوستي، لا لك، أنا اسمي مالك بيك الحزين، اللي بده يربح المليون حصراً حصراً راح يكون واحد من بيناتنا، لأنه هو راح يكون المتصل. أيوة بقى، فهمتوا علي شو اللعبة؟ يا لطيف يا معلم على الفكرة. والله العفاريت الزرق ما بتخطر ببالهم على الفكرة. لك لك شو فاكرين؟ لك لا تعرفوا لا تعرفوا مالك بيك الحزين مو شو ما كان. طبعاً جاد نعم. حضري حالك، أنت اللي بتطلع تعمل هاي الفقرة. نار نار. يحيى الحب بطولة محمد عبد الوهاب وليلى مراد، وكان ذلك عام 1937. السؤال الرابع عشر ب500,000 ريال. انتبه. متى تولى نبوخذ نصر الثاني أعظم ملوك بابل الحكم؟ سنة 405 قبل الميلاد، 505 قبل الميلاد، 605 قبل الميلاد، 705 قبل الميلاد. في عدد كبير من المثقفين من الأدباء من الشعراء رفضوا سوريا من هالمحافظة الجميلة. اسم حضرتك؟ نصر علي حمود. نصر ربحت معي شيء نصر مبارح؟ لا أبدا نهائيا ولا مرة ولا مرة. لا ما ليش هيك صار معنا؟ سألتني كذا سؤال وكذا وجاوبتك بس ما انتبهت علي. انت معناتها الحق علي. صفقولي. الشاعر عباس ديك. عباس ديك أخذتيها من ديك الجن يعني. طيب أهلا وسهلا ومرحبا. شو رأيكم نرفع الجائزة؟ نعم. ألو 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 ألو. أيوة عم بسمعك كويس. شو اسمك؟ ألو ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. طيب شكرا لك. تاريخنا. طيب شو وقت تقول؟ 605. جواب نهائي. جواب نهائي. لا. كان معك 250,000 ريال، اعطيني هالشيك زفير.
اجيب والم هنا خلص. هلا ما في تلفون. لا حرام. حاجة لبساها مرتدياها من زينة المرأة، الحاجة دي هي ايه؟ هو ده سؤالي اللي من خلاله أنا بكسبك 3000 يورو. ألو؟ عايزك إن شاء الله معايا. صح صح جوابك صح. صاروا 500000 ريال. 5000 ليرة سورية مقدمة من شركة للمنتجات الصحية والمحارم المعطرة بأنواعها. اسمه الحقيقي عبد السلام ابن رغبان. إن شاء الله ما ننسى. 200 500 مليون 200 مصاصة متة جرابات 500 ليرة. 500 ليرة مصاصة متة مليون 500 200 جرابات. شو جادو؟ كل شيء تمام؟ ناقصك شيء؟ لازم يكون ناقصتي تكوني معي. لا لا ما ناقصتي شيء. بس قولي لي شلون طالع هيك ظري ظابط؟ ظابط أخي ظابط مرندر على 24. يلا بتجنن شريكي موفق منوسة. شكرا يا حبيبتي شكرا. ادعولي ادعولي. يلا ستاند باي 5 4 3 2. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم الحظ السعيد، وياريت الكل يكون حظه سعيد معنا الليلي. الأرقام الموجودة أمامكم على الشاشة، وكل شخص بيجاوب على السؤال بسحب له علبة من هون أو من هون أو من هون، وكل شخص هو وحظه، والربح معنا بيوصل للمليون ليرة. وبتمنى الكل يكون حظه حلو. وبناخد أول اتصال. ألو؟ ألو مرحبا يا ميت. أهلا وسهلا، أنت مشترك مميز معنا لأنك أول مشترك، وإن شاء الله تكون أول رابح. عرفني عن حضرتك أستاذ ومن وين عم تتابعنا؟ اسمي وسام، حكيك من الشام. أهلا وسهلا بوسام. أهلا وسهلا بوسام، أهلين فيك وبهالي الشام، نورتونا. جاهز يا وسام؟ إن شاء الله جاهز. السؤال بيقول لك، ما هو عدد الليترات اللي بيحتاجه الدماغ البشري من الدم يوميا لمشان يعمل؟ بصراحة هالمعلومات ما مرق علي، والجواب هو 100 لتر. 1000 لتر. الله يا وسام يا وسام، جوابك بنحط وسام على صدرنا، ما شاء الله على هالسقافة. جوابك صح وبصراحة بدي هنيك وهني أهلك فيك. ولنشوف اليوم شو جائزتك معنا. الو يا اهلا وسهلا، شرفتينا. الله طبعا ما حطيت اسئله. بتربح معنا 500 ليرة. خليكي معي دقايق وبتكون ان شاء الله حظك بالمرات الجايه بيكون احسن. وبناخد اتصال تاني. الو مرحبا عيني، ممكن اشترك بالبرنامج؟ الو طبعا طبعا طبعا، بس ممكن تعرفيني بحضرتك؟ معك ليلى. يا اهلا وسهلا بليلى. يا أهلا وسهلا بليلى، ولنشوف سؤالك شو بيقول يا ليلى. قال بيقلك، ما هي عدد العظام الموجودة بجسم الإنسان؟ بالله ما في احتمالات. يلا رح ساعدك لأنه برنامجنا جديد وما بدي حدا يخسر. الاحتمالات هنن 215 208 206. 208. لا يا ليلى، لا يا ليلى، علتيني. ما بدنا نخسر ما بدنا نخسر. أنا آسفة آسفة عيني آسفة، قصدي 206. جوابك صح يا ليلى، برافو عليكي برافو عليكي، وبتربحي معنا بتربحي معنا يا ليلى. واو مصاصة متي مصاصة متي. يلا جوادو جوادو، يلا يلا ارفع الموبايل اخده كله على السريع. الو 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 مرحبا، معك جواد الجواد. يا اهلا وسهلا يا جواد. من وين عم تحكيني حضرتك خيي؟ انا عم حاكيك من الكنترول، من الشام من الشام.
شرفتنا يا جواد، ما شاء الله اليوم زبايننا كلهم من الشام. وسؤالك هو بيسموا فترة العشرين سنة بالجيل. ما شاء الله عليك يا جواد، جوابك صح وبتربح معنا بعد شو بتعطيني 200,000 ليرة. مبروك يا جواد. وهلأ رح أسألك سؤال تاني، إذا عرفته بتزيد فرصك بالربح، ربح المليون. بس للأسف إذا ما عرفت تجاوب رح تروح المليون والمئتين. أين توجد أطول شجرة في العالم مع العلم أنها بتبلغ 367 قدم؟ في إيطاليا. لا خي جواد، معقول؟ معقول روحت عليك زعلتني خي جواد. مش معقول مش معقول جواد، جوابك غلط. وإن شاء الله بحالتك الحظ بالمرات القادمة. ومناخد اتصال جديد ومنقول ألو. مرحبا. ألو مرحبا خيا. يا أهلا وسهلا فيك خيا. مين معي؟ معك سامر من المخيم. أهلا وسهلا فيك خي سامر. يا سمرة يا حبيبي، السؤال بيقول كانوا العرب بيطلقوا على الذهب بالشو؟ يا زلمة عم يجي اتصالات على البرنامج. خير الله جواد، نسيت حالك. خلاص عسل أتفر الرنان. جوابك صح يا سمرة، جوابك صح يا حبيبي، وبتربح معنا. شو ربحت خيا؟ قلي قلي شو ربحت؟ جوز كلسين. يلا ومعنا مشترك جديد. ألو. هاي. أهلين. أهلين أهلين، عارفيني باسم حضرتك. معك زيكو. عايش وما يبلى، دبحتيني يا زيكو. شو هالاسم الحلو. أنتي رح تربحي معي دغري يا زيكو. بس عفوا يعني ما بدك تسألني السؤال حضرتك؟ اوه شو هالنسبة، بعتذر منك بس صوتك دبحني واخدني لمطارح بعيد كتير. سؤال بقول يا زيكو، 9 × 9 قدي يساوي؟ 81. الله الله يحميكي، الله يحميكي. شو زكية يا، أنا بتخيل اسمك زكية ودلعك زيكو. أنا بتمنى يكون اسمك زكية، فرح قلك الله يحميكي شو زكية يا زكية. وبتربح معنا. بتربح معنا 500,000 ليرة. تربح معنا 500,000 ليرة. ما يطلوشي تجدبها مثل عادة. مبروك يا زكية. ومعنا آخر اتصال للليل. ثواني ثواني ثواني. ألو. مرحبا استاذ جاد، كيفك؟ يا اهلا وسهلا فيك خي، عرفنا بحضرتك. انا درويش وما عرفني. اهلا وسهلا فيك خي درويش، دخلك جاهز للمسابقه؟ ايه جاهز جاهز. يلا لنشوف. احد هاي الحيوانات ما بيطير، هل هو العصفور ام النصر ام السلحفه؟ ما في وسائل مساعده. بس خي السؤال سهل كتير يا درويش. ايه عرفتها، السلحفات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك يا درويش. لك وبتربح معنا. لا 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 مش معقول، رح تربح معنا. لا مش مصدق مش مصدق، رح يوقف قلبي. ربحت معنا 1,000,000 ليرة. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا، ونلتقي فيكن بحلقات جديدة. وإلى اللقاء. ولك الله لا يوفق يا درويش، الله لا يوفق. جلطني لك، اتفضحتنا لك، العمى بقلبك لك، عملت إشي قدام الناس عم تقلي لك، ما عرفتني العمى بجوز عيونك. الله لا يوفقك يا درويش، كنت فضحتنا. لا بالضبط. ايه طيب طلعت بتجنن على فكره، لو كانت مكالمتك اطول بشوي كنا انشمسنا. هلا المهم انت رح اخذ الجائزه تبعي. شو ها؟ انا جائزه ولا؟ 1,000,000 ليرة اللي ربحتها. الله لا يوفق، لك انت من اول مسلسل بخشطي، لا بخيط ولا روح. هاي 1,000,000 ليرة كسبنا الكسبه وصدقناها. كات نزل لي هالشغله، لا نزل لي.